الدكتور أشرف خليل، استشاري علاج الآلام المزمنة وآلام العمود الفقري والمفاصل بالتدخلات المحدودة، دكتوراه علاج الآلام المزمنة، عضو المعهد العالمي لعلاج الآلام المزمنة بالتدخلات المحدودة، صاحب الدبلومة الأوروبية لسونار العضلات والمفاصل، زمالة علاج الآلام المزمنة. اهلا بيكم. بتشتكي من طقطقه في الركبه، تشتكي من مشاكل وانت ماشي، الام بتخليك احيانا ما تعرفش تطلع سلم، بتشتكي من انه لما بتنزل وانت نازل السلم بتحس ان رجلك ممكن تكون مش مريحه مش مرتاحه وفي الام وانت نازل السلم، وانت بتصلي مشكله جامده جدا ان انت ترجع لورا او يعني تبقى جالس بين السجود وانت مستريح، لا بتحس بألم وبتضطر انت تصلي وانت قاعد. حاجات كثيرة جدا تدل ان انت عندك مشاكل في الركبة ترتقي الى مرحلة الخشونة. طب ازاي نتعامل مع مشاكل الركبة وازاي نعالجها؟ هنعيش في حوار ممتع جدا مع واحد من الأسماء القديرة البارزة ومن نجوم عالم علاج الألم والتدخلات المحدودة. هيكلمنا النهاردة إزاي هذا العالم المثير، عالم التدخل المحدود اللي بالتأكيد جنبنا مشاكل كبيرة جدا، حللنا مشاكل كثيرة جدا. ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور أشرف خليل، استشاري علاج ألام المزمنة وألام العمود الفقري وألام المفاصل بالتدخلات المحدودة، صاحب دكتوراه علاج الألام المزمن وعضو المعهد العالمي لعلاج الألم المزمن بالتدخلات المحدودة، وصاحب الدبلومة الأوروبية لسونار العضلات المفصل والمفاصل، وزمالة علاج الآلام المزمنة الاسم القدير والقيمة العلمية الكبيرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. منورنا، سعيد جدا بهذه الزيارة. هنقرب شوية من خشونة الركبة، لأن في ناس دلوقتي بتتفرج علينا بتقول هو أنا اللي عندي ده خشونة ولا لا؟ فأنا عايز برضو أجاوب لعقلية الناس اللي عندهم، لأنه في جملة ما يمكن مش خشونة، ممكن غضروف مثلا، ما يمكن رباط صليبي، ممكن جزع، ممكن التهاب. فعايزين نعرف الأعراض، الأسباب، ليه بدأت الخشونة تبقى موجودة في البيوت؟ أنا في وجهة نظري يلعب دور مهم الوزن، بيلعب دور مهم حاجة يمكن مش موجودة في كتب الطبية، صناعة الأساس. كل الأنتريهات الموجودة في أو كتير منها معمولة بطريقة غلط، زي العرق واطيه اللي تحت دي بتدمر الركبه تمام، بتدمر المفصل الظهر، مفاصل الظهر كمان، بتدمر العمود الفقري كله. طيب انا هقول لحضرتك ايه الميكانيزم علشان برضو المريض يقدر يحكم او الانسان العادي بقاش بقى ان هو مريض الاساس ده كويس ولا لا. هو لو انت قاعد وفي تانيه جديده للركبه لدرجه انك انت حس ان الركبه جواها ضغط، جواها ضغط زياده، ده بنسميه الانترا ارتيكولر بريشر، يعني الضغط داخل هذا المفصل. طب التاني ركبه قوي لورا، تانيها جامد جدا فمزو اهو، انا لو تانيه كوعي بنفس المنظر ده انا حاسس ان كوعي جواه ضغط عالي. اه طبعا. الضغط العالي اللي جوه المفصل ده هو ايه اللي قصاده؟ الدم جاي داخل، الدم ضغطه كام؟ 120 80. طب لما بيوصل للاماكن الدقيقه دي هيبقى 80 60 مثلا. فانت لو جوه ضغطك اللي انت حاطه جوه المفصل ازود من الضغط اللي المفروض الدم هيدخل بيه، يبقى هنا المفصل هيتعرض لفتره من الحدمان اللي هي الاسكيميا، هيتعرض لنقص دموي واصل وهنا تبدا الاصابات. لو كانت الفتره بسيطه بعد ما يفك ويقوم هيقول لك انا في الاول كده بدات احس ان كنت ركبتي مزرجنه شويه وبدات، فاول ما الدم الدمويه ترجع في ركبته والدم يبدا يدخل خلاص الموضوع هيتحسن ويبدا يعمل هو الجسم بنفسه، ربنا عامل له الميكانيزمات لوحده انه يبدا يريجنريت ويحسن المشكله اللي عملها نتيجه القعده الغلط دي في المره دي. لكن القعده الغلط دي بقت النهارده وبكره والسنه الجايه والسنه اللي بعدها، الاثنين قاعدين بقى بيلوكوا على بالزبط. على انتري واطي بالظبط، ولا سهره في مكانه انتري واطي خلاص واتكررت كتير، يبقى هنا الجسم هيجي يحاول يصلح مش قادر. عوامل الهدم اللي عماله تحصل اكتر من عوامل البناء اللي فيه.
يعني احلى وضع للركبه ان انا اكون فاردها. لا، ما بين الاوضاع المختلفه. يعني عمليه مثلا تانيه الركبه للناس اللي ما عندهمش خشونه في الصلاه ما هياش غلط في المرحله دي. ليه؟ لان هو بيزود الضغط وبيقلله، يزوده ويقلله، وفي فترات قصيره دي بتعمل زي الفاكيوم بيشفط معايا كميه. مفيد للركبه بالعكس. مفيد. سبحان الخلاق العظيم. سبحان الله. لكن لما تيجي بقى في مرحله زياده وفيها العوامل الهدم اكبر من عوامل البناء، يعني مثلا عمر الخمسين والستين وخلافه، وواحد بدين ومش متعود، ما بيلعبش رياضه وعضلاته كلها ناشفه حوالين المفصل، نبدا هنا نقول له انت عوامل الهدم اكتر. فالاعداد دي لازم يا اما تكون لو موجود عندك بتعملها لازم هتكون فترات قصيره جدا، وعندنا شرط مهم جدا ما يكونش فيها الم وانت قاعد. لو فيها الم يبقى اعرف انك انت بتعمل انجري، يبقى انت بتعمل اصابه جوه المفصل. اصابه ما اصابه ولا اصابه بتبقى حاجات صغيره جدا مش هتتشاف باشعات، انت اللي هتحسها. فتبدا اصابه ورا اصابه ورا اصابه ورا اصابه لغايه ما تبص تلاقيها بقت كبيره، هوب مش قادرين نقعد، نبدا نروح للدكتور، لا ما تصليش، لا يا دكتور نفسي اصلي مش عارف. ونبدا ما تصليش وانت تصلي وانت قاعد بقى. ونبدا في الديبيت ده. يبقى احنا عندنا عوامل معينه. مش هقول له ما تصليش، هتقول له ما تصليش لو انت قاعد. يعني ما تصليش ما تقعدش قعده الصلاه. يعني صلي وانت قاعد على الكرسي. وانت قاعد على الكرسي. فبالتالي نبدا نخش في الدايليما دي. فاذا بيقولوا كده الانسان على نفسه بصير، الوزن، رياضه، مثلا كان زمان كنا بنقول احلى حاجه الجري. هو الجري حلو لمرحله معينه، بعد شويه نبدا نقول له لا، يعني لو واحد 130 140 كيلو لا ما ينفعش يبقى لا مش بالظبط كده، ده يبقى شوك للركبه بالظبط، عمال يضرب عمال يضرب. لازم يبدا بالتدريج، يبدا بالتدريج ويخس والافضل يسبح عشان مش شايله وزن، الميه هي اللي شايله. طيب يبدا اول ما يبدا بيخس وصلنا ل 90 80 اجري. يبقى هنا كل واحد هيتكيف له الرياضه المناسبه ليه، وكل واحد هيتكيف له الطريقه اللي بنتعامل بيها مع مفصله. على عايزين نتكلم على درجات الخشونه، ولكل درجه ايه في التداخل المحدود، ولا طيب. ولا ممكن يبقى في تداخل شويه في العلاجات؟ طيب هو بيبقى التداخل دايما من تداخل التصنيف. يعني في ناس تصنف الخشونه ثلاث درجات، وفي ناس تصنفها اربعه. في ناس تصنف الخشونه هل هم المفصل الاساسي بينه وبين الحكم بينه وبين المفصل، هل هم العظمتين اللي فوق بس، ولا لا ده في كمان في سطح خشن ممكن يتكون ويعمل الم جامد اللي هو الصابونه مع الايه؟ مع السطح اللي تحتيها. فاحنا بنسميه تراي كومبارتمنتال، يعني ثلاث اسطح، في سطح داخلي وسطح خارجي والسطح اللي ما بين الصابونه وما بين العظمه اللي تحتيها. فعلى حسب تصنيفنا للموقف ده، يعني حتى احنا بقينا دلوقتي كمان مثلا في مفاصل صناعيه بقى في ناس ما تركبش مفصل كامل، تركب كومبارتمنت بس، تركب اجزاء من المفصل. يعني ممكن واحد يكون عنده واحد بس هو المصاب والباقيين سلام، طب ليه تغير مفصل كامل؟ فالمقصد يعني اللي نقصده في ان امتى نصنفها، اول حاجه الخشونه البسيطه دي بتظهر اشعه بس المريض ما يشتكيش. الدرجه الثانيه هنا هيبدأ ألم، لكن الأشعة معانا فيها لسه مازال مسافة فاصلة ما بين العظمتين. هنا بيحصل زوايد عظمية زي ما بيظهر كده في الصورة، وتبدأ تحصل زي تقرحات كده، الغضروف اللي هو المفروض باللون الأبيض ده بدأ يظهر العظمية اللي تحته. هنا بقى دي الدرجة الثالثة، بدأ العظمتين يلزقوا ببعض والزوايد بدأت تكتر كتير والغضروف بدأ يروح. في ناس بقى تحط الدرجة الرابعة، ان كمان ان المفصل يبدا العظميه تبدا تتقوس، او العظميه اللي فوق تبدا تحفر مكان في العظميه اللي تحت، يبقى هنا معانا درجه رابعه. يبقى احنا هنا على حسب التصنيف وعلى حسب كل واحد يعني بيشايف التصنيفه بتاعته ازاي. انا دايما بنقول التصنيفه الرابعه دي مش تبعنا خالص، مش تبع تداخل محدود. نبدا في التصنيفه الثالثه والثانيه، دول هم اساس التداخل المحدود. اما الجزء الاولاني في الغالب احنا كدكاتره الم ما بنشوفوش، لان المريض في الغالب يا اما ما بيحسش بالم او بيحس بالم بسيط ويبدا بيروح للاطباء اللي هو يعرفهم، لان عاده بيشتكي من حاجه بتوجعه في عظمه فاول حاجه بيروحها لدكتور عظام مش بيروح لدكتور القلب. هل حقن الركبه يحتاج الى تكرار؟ لانه كتير قوي من المرضى يقول لك ايه هنحقنك، طب بس ده انا كل شويه بقى هحقن. انا هنا بقى باجي بقول للمريض على حسب السبب،
يعني ده ديبيت دايما بيبقى موجود في العياده. انا خايف احنا احسن ناخد على حقن يا دكتور. هو هنا على حسب السبب. طب لو مريض عنده التهاب في الركبه واحنا حقناه عشان التهاب جاله مثلا وكان واحد عمره 30 سنه خلاص اتحقن وخف الالتهاب، كان حصل التهاب لسبب ما، اتلوى اتصاب اتخبط قعد قعده مش مظبوطه فتره طويله الكلام ده، طيب خلاص وراحت المشكله. طب لا مريض عنده خشونه، ما احنا اتفقنا ان الخشونه مرض مزمن، مرض مزمن، فاتفقنا ان احنا بنقلل مشاكلها وبنقلل مراحل تطورها. يعني انت لو رايح عندك خشونه مثلا من الدرجه الثانيه ورايح وبعدين رايح للثالثه والرابعه واللي هو هتركب مفصل في خلال 4-5 سنين، لا احنا ممكن نقلل معدل هذا التسارع، وبدل ما نخليك هنركب في 4-5 سنين لا نركب في 10-15 سنه. يبقى بالتالي انت بتفرملها شويه. طيب في صراع بقى بيتم في المفصل في المرحله دي، انت بتيجي بتحقن بتقلل عمليه الهدم سواء باللوبريكيشن اللي هو بيسموه الهيالونيك اسيد وخلافه والحاجات اللي زيها اللي هي المزلجات، المزلجات او المواد المالئه. دايما المريض بيقول لي عليها حقنه الزيت باختصار يعني. بالظبط يعني هو بيعتبر هو بيمشي المفصل زي فكرته عن مفاصل العربيات. بالظبط كده بالظبط في مساعد في العربيه بيتحط له زيت فهو يقول لك زي ده المساعد بتاعي. يعني هو فعلا ماشي. دي فكره المريض صح، فكرة المريض صح، هو الهدف فعلا منها اللوبريكيشن يعني هو فعلا التليين بنقلل الاحتكاك بنقلل الاحتكاك. يبقى انت هنا بتقلل عوامل الهدم الموجود. طيب ممكن كمان تزود انك تزود عوامل البناء في انك تدي حاجه زي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. طيب ممكن تزود ممكن تزود انك تعمل مثلا اجراء زي الخلايا الجذعيه. ممكن تزود اكتر ممكن انك تعمل تردد الحراري. ممكن تزود اكتر واكتر ممكن انك تتارجت بقى الاهداف. يعني مريض مثلا يكون عنده تمزق في رباط معين، يبقى انت تارجتنج لهذا لهذا الرباط. عنده ليونه في الرباط الداخلي فبالعكس التاني الرباط الخارجي مش لين فبيشد السطح الصابونه من الناحيه الثانيه، فبالتالي بيبدا يعمل عدم توازن في سطح الصابونه فتبدا تحك في العظميه اللي تحتيها وتبدا تسرع عوامل الهدم وتسرع عوامل المشاكل اللي تحصل وتعمل خشونه في الركبه. فانت الفكره كلها انك تنظر للموضوع زي ما بيقولوا مش بواحد واثنين لكن بفلسفي. يعني لازم يبقى عندك في فلسفه. انت المريض ده جاي بيشتكي من الم، بيشتكي ليه؟ يعني مثلا اضرب مثلا دايما اشوف في العياده انا حقنت واتوجعت طيب وجامد عندك عند اي سين مثلا من الناس طيب اتحقنت ليه؟ قصوا اول ما شاف الاشعه قال لي في خشونه وانت عايز حق. لا ما ينفعش. طب ما هو ممكن يكون مع الخشونه في التهاب، واحنا عارفين ان احنا لما بنحقن البلازما بنعمل بها ايه؟ ما احنا بنعمل لها بنحاكي الفكره اللي ربنا خلقها ان احنا نعمل اكيوت انفلاميشن بسيط، لان الانفلاميشن البسيط الهدف منه عمليه هيلينج اللي هو عمليه التئام وعمليه استشفاء. فاحنا الهدف منه ان احنا نزود التهاب بسيط كده محكم ويبقى بيوجع سنه بسيطه المريض، لكن الهدف في الاخر انه يعمل يبني اسطح ينبه جهاز المناعه في الجسم تعالى جيب الخلايا وصلح لي المشكله. صلح المشكله. لكن طب هو ممكن بقى يكون عنده خشونه وعنده التهاب في نفس الوقت. بتعرفها بحاجات تانية زي مثلا لو عملت سونار ولقيت ساينوفايتس لقيت التهاب في الغشاء المبطن للركبه. عملت تحليل ولقيت دلالات التهاب دلالات التهاب عاليه جدا. فانت تيجي تحقنه عشان تعمل الالتهاب اللي احنا بقى عايزينه، هيزود الالم يجي المريض يقول لك الالم شديد جدا ورجلي ورمت واحمرت وعملت وانا مش هاخد الحقن ده تاني. ويبدا مش هو بس بقى، هو وكل جيرانه ومحيط معارفه لا ده الحقن ده حاجه وحشه. فبالتالي احنا بنقول ايه الانسب؟ هو انت هل كان الانسب ليك انك تحقن، ولا الانسب ان احنا ناخد علاج وبعدين نحقن، ولا الانسب ان احنا ما نحقنش اصلا، ولا الانسب نعمل تدخل تاني، ولا إيه؟ ولا انت اصلا في المرحله انت مش بتاعنا، يعني مش بتاع دكتور الالم. انت مثلا عندك مال الاينمنت اللي هو احنا بنقول ان الركبه بتاعتك مش ماشيه مع الخط المظبوط اللي جاي من اول الفخذ لغايه الانكل وفيها انحناء او سواء للداخل او للخارج، يبقى انت كده بتحمل عليها غلط. يبقى احنا مهما هنعمل كل ما المال الاينمنت ده موجود او كل ما الاستقامه دي مش موجوده يبقى انت بالتالي بتحفر فين؟ في ايه؟ في البحر. في البحر بالظبط. كان معتقد في دماغ الناس
هقول لهم حضرتك ونصححهم للناس. اول هذه المعتقدات هاخد قرص وركبتي هتظبط على طول على الصيدليه، انا هاخد القرص وتمام تمام. مش من هل ادويه، هل في ادويه حقيقيه تعالج مشاكل الركبه؟ طيب خلينا كده بنحارب. ما انا كنت لسه اقول حاجه جميله في الموضوع ده، الحاجات دي مش ممنوعه في العالم كله ولكن بشرط ان الموضوع ده ما يكونش متكرر. يعني خدت القرص ده يوم واتنين وبقيت كويس ماشي، اتكرر لك بعد سنه واتنين ماشي، لكن خدته النهارده وبكره وبعده وببص الاقي الناس جايه لي بالاسابيع والشهور في بلد ورينال فيلير وجاسترايتس يعني جايه لي بيجي بيقول لي بقى ايه، شوف لي اي حل غير غير البرشيم او غير ان انا اخد حاجه وبلبعها ببقي علشان خلاص لا قادر استحمل الم معدتي ودكتور الكلى كمان منعني من المسكنات. فهو بيجي لك مكتف ايديك انك ساعات ما بتبقاش عايز المسكن عشان هو مجرد مسكن، انت ممكن تكون عايزه مثلا مضاد للالتهاب، انت عايزه في مرحله ترانزينت وهتعدي لغايه ما توصل بيه لبر الامان بعلاجات اخرى. فالتكرار هو الغلط، لكن مجرد حاجه ترانزينت وبتعدي لا خلاص مفيش مشكله. لقاء علمي راقي جدا مع قمه علميه كبيره، بستمتع بالحوار العلمي والتفصيل العلمي. وواحد من قمم علاج الالم في مصر النهارده ضيف العزيز الاستاذ الدكتور اشرف خليل، استشاري علاج الالام المزمنه والام العمود الفقري والمفاصل بالتدخلات المحدوده، وصاحب دكتوراه علاج الالام المزمنه، عضو المعهد العالمي لعلاج الالام المزمنه بالتدخلات المحدوده، وصاحب الدبلومه الاوروبيه لسونار العضلات والمفاصل وزماله علاج الالام المزمنه، كان ضيفا فوق العاده في الناس الحلوه. قال لي ما تلعبش كوره، وفي ناس كتير من الاصدقاء لا العب وانا هاجي اتفرج عليك ده في ناس حبايبنا جدا جدا ومن نجوم المتميزين في مصر في المجال الفني بيلعبوا معانا يعني. طبعا وسنهم كلهم قدي في السن، هي رياضه ممتعه، كلهم معديين ال 35. لا يمكن اقنع حد، انا عارف انا لا يمكن اقنع حد، ولذلك انا بوصل معاهم نديل العب وتعالى. انا عموما ابلغهم، انا برضه لازم ابلغهم الرساله، لان احنا يعني ايه كلنا بنتجمع وكلنا هي طبعا بتبقى الهدف التجميع والهدف المتعه اللي جايه من وراها. وطبعا لو الناس حريصه ومقدره بقى ان احنا مفيش حد حريص مش بيدخلوا بيشوطوا ما اقدرش اقول لك العبها او اقول لك حاجه العبها زي ما بقول لك العبها وتعالي لي نورت يلا بينا يلا خليكم مع الناس حلو. انا خالد من مصر، من كنت حابب احكي عن رحله علاجي مع الدكتور اشرف خليل. انا اتعرفت على الدكتور اشرف من خلال الاعلام، من خلال انا كان حصلت لي اصابه في ركبتي في الركبه اليسرى، فكان عندي شغف ان انا يعني احاول افهم في الطب او اعرف اروح لمين او اتجه لمين او دكتور ايه. فكنت متابع برنامج الدكتور ايمن عشوان، برنامج الطبيب، فشفت حلقه للدكتور اشرف يعني عجبني كلامه وحسيت ان انا ممكن يعني ده يعني جزء من الاجراء ان انا ممكن اتجه له يعني. فروحت للدكتور اشرف، طبعا عملت الفحوصات اللازمه وكشفت وقال لي احنا هنعمل تدخل كده خفيف، تردد حراري وحقن خلايا جذعيه وان شاء الله الدنيا تبقى احسن ومش هتحس بالالم اللي كنت بشعر بيه في ركبتي وكانت بتتعبني في المشي. فعملنا الفحوصات وعملنا التدخل والمتابعه والحمد لله الحاله اتحسنت. الحمد لله حسيت بتحسن وحسيت ان الالم بدا يزول تدريجيا، والحمد لله بدأت أمارس حياتي. وطبعا بوجه الشكر برضه للدكتور أشرف لأن هو تعب معايا في رحلتي العلاجية وحسيت بتحسن بعد مرحلة العلاج، والحمد لله دلوقتي الأمور طيبة يعني. وحابب برضه أوجه الشكر للدكتور أشرف.